اهلا بيكم اعزائي المشاهدين، مشاهدين قناه الصحه والجمال في كل مكان. يوم جديد وحلقه جديده من الموسم الثاني لبرنامجكم بيقولوا. ان شاء الله هكون معاكم انا نيفين فران ومعايا زميلتي العزيزه رانيا جمال. اهلا بيك يا رانيا. صباح الفل. صباح الفل يا نيفين، صباح الفل اعزائي المشاهدين. يوم جديد وحلقه جديده وبيقولوا فيها حاجه النهارده، ان الناس بتقول ان العلاقات الاجتماعيه والعلاقات الانسانيه لازم ما يكونش فيها حدود عشان تكون مريحه وجميله. هل ده حقيقي يا نيفين او لا؟ هل لما بيكون في علاقات يعني لحد معين ده بيعمل مشاكل ولا لا؟ فحسب الحدود بين الناس ده بيحصل مشاكل ولا لا؟ بالتاكيد فعلا يا رانيا. بس هي في قبل ما ندخل في موضوع حلقتنا النهارده، حابه اقول قصه كده صغيره عن اتنين اصحاب كانوا صحاب جدا وقريبين من بعض جدا، بس علاقتهم ما كانش فيها حدود خالص، يعني ما كانش في كلمه حدود دي مش موجوده خالص في قاموس صداقتهم. كل حياتهم هزار ولعب وضحك وكل حاجه، وكان كمان بيشاركوا بعض في ادق تفاصيل حياتهم الشخصيه. وللاسف في يوم من الايام حصل، كان في هم او كمان مع بعض في نفس الشغل، فكان في اجتماع عمل نقدر نقول كمان يعني غداء عمل. وبعدين حصل ان واحد صاحبتها بدات ان هي يعني مش تقلل من شانها، بس بدات تشاركها بشويه وتحكي بقى حاجات طبعا شخصيه جدا. والعلاقه بتاعت الشغل معروفه طبعا ان هي الى حد ما بتكون رسميه، يعني زملاء الشغل مختلفين. فحصل بقى ان هي بدات تقول حاجات ما كانش ينفع ان هي تقولها، وسببت طبعا حرك شديد جدا جدا لصاحبتها. صاحبتها طبعا استنت لما الاجتماع خلص، وبعدين بدات ان هي تتكلم معاها تقول لها انه ما ينفعش ان يحصل دوت، ما ينفعش ان احنا اي حاجه نقولها قدام اي حد، في حاجات معينه يعني تبقى شخصيه. هي حست ان حصل اختراق كده لمساحتها الشخصيه او لخصوصيتها فعلا، فاتضايقت. بس بقى كان رد صاحبتها مش غريب، بس هي طبعا ما فيش حدود من الاول في العلاقه، فحست ان هو انا ما اقصدش، يعني الموضوع كان بسيط جدا، انا بهزر ما فيش اي حاجه. شويه بشويه وموقف على موقف بدا يبقى فيه حواجز ما بينهم، والعلاقه طبعا التواصل بدا يقل شويه كمان، ولغايه ما انقطع خالص يعني. فهي دي اللي احنا بنقول للاسف كتير جدا بنفتكر ان ازاله الحدود ان هي نوع من دليل على قوه العلاقه او متانه العلاقه بين الاصدقاء، لكن للاسف هي بتبقى نوع من الحمايه ونوع كمان من يعني ان هي بتبقى زي كده عامل امان، يعني بيمنع الاصطدام. بالظبط، يعني بيمنع الاصطدام، وبتحسي ان لو في حد بين العلاقه ده بيحمي العلاقه، بيخلي العلاقات ماشيه بطريقه صح. انا لو حاطه حدود من الاول، وهي فعلا اللي عامله القصه دي مع صاحبتها، لو هي حاطه حدود من البدايه ان بتعرف حاجات معينه وفي حاجات خصوصيه قوي ما بتتقالش، وفي حاجات بتتقال عادي بتبقى اصحاب مع بعض، ده بيخلي في مساحه اريحيه كده في التعامل، ان انت ليكي حد معين ما ينفعش تخترقيه، ما ينفعش تدخلي المنطقه دي. مش عيب خالص، يعني مش عيب ان احنا نبقى محافظين على الحته دي. وهو ده موضوع حلقتنا النهارده، هو المسافات او الحدود والمسافات الامنه مع الاشخاص. بالظبط، هنتكلم عن الحدود والمسافات الامنه بين الاشخاص، وازاي نعمل حدود بين الناس ومحدش يزعل مننا خالص، ويحسوا ان احنا معاهم واصحابهم وكل حاجه من غير ما يتضايقوا من الحدود دي، وبالذات كمان الحدود دي تكون حاميانه، حاسين ان احنا مبسوطين احنا بنتعامل، بس في حدود، مفيش حواجز كده نفسيه بيننا وبين بعض، مفيش حواجز نفسيه، مفيش حاجه مضايقانا في التعامل، بس احنا مبسوطين واحنا بنتعامل مع بعض بطريقه كل واحد فينا ليه حد وليه اطار ماشي فيه حتى مهما كنا صحاب. فدي حاجه كويسه جدا. هنطلع فاصل وهنرجع نكمل مع حضراتكم موضوع حلقتنا النهارده. يلا بينا. ورجعنا لكم بعد الفاصل ولسه مكملين كلامنا في موضوع حلقتنا النهارده عن الحدود الآمنة والمسافات بيننا وبين الأشخاص في العلاقات الإنسانية. إزاي نقدر نتعامل مع الأشخاص اللي حوالينا بحدود، وفي نفس الوقت ما يزعلوش مننا، ونعرف إزاي نعمل الحدود دي بحيث إن هي ما تكونش عائق، ما تكونش حاجة تبعد اللي قدامنا وتنفره مننا. لازم ده يكون بوعي وحكمة، ويعني ليه أداء كده في التعامل مع اللي قدامك يا نيفين، بحيث إن يبقى فيه وعي ان انا اخلي اللي قدامي مش متضايق، وفي نفس الوقت انا محافظه على خصوصيتي.
فعلا موضوع الحدود ده كمان ليه انواع، يعني في انواع جسديه، يعني برضو في مساحه بيني وبين الشخص اللي قدامي ما ينفعش ان انا اتعداها، كمان في حدود نفسيه، يعني ما ينفعش ان حد اسيب له الدنيا ان هو يستنزفني خالص كده ويستنزف يستهلك طاقتي. في ناس بتشتكي، يعني في ممكن اصدقاء كمان كتير بنقابلهم او حتى زملاء شغل ممكن يعني كل اللي هو بيعمله ان هو بيستنزف طاقتك بشكوى، يعني بيعتبرها ان هي كل شكوى فيها رقوه او كل شكوى برقوه، فاللي هو يعني لا ما ينفعش اسيب نفسي لده، لازم اكون عندي فيه كده خطوط معينه، خطوط حمراء كده زي ما بيقولوا، ما حدش يتعداها خالص ولا انا اتجاوزها برضو قدام الشخص التاني. يعني اوقات كمان في الصحاب بتلاقي ناس من الصحاب كده، انت طالما حكيت لهم كل حاجه عنك خلاص فخلاص ده بقى بقى حق مكتسب انك تحكي كل اللي جاي. طب انا عندي خطط في حياتي، انا عندي حاجات في مستقبلي، انا بقرر اعمل حاجه دي، تعرفوا حاجه زي كده؟ تمام. حقيقي بيبقوا عايزين يعني يخشوا في خصوصيتك، يعني تطفل كده زيادة. تطفل. وكمان ده بقى يعني بيزيد قوي كمان لو حد ساكن في بيت عيله، او يعني مع اهل الزوج او مع اهل الزوجه في نفس العماره. ومعظم السيدات يعني بتشتكي ان بيكون مثلا ايه، تخبط عليها في وقت مش مناسب، تطلع عايزه طب يلا نتغدى سوا، طب يلا نعمل حاجه معينه، طب بيبقوا مشاركينهم زيادة عن اللزوم يعني. المشاركه زياده عن اللزوم دي بتحسس ان هي انا مش في شخص، يعني انا مش بشخصيتي، انا مش حاسه ان انا لوحدي وليا خصوصيه براحتي صح، وبتعامل براحتي وان ده بيتي لوحدي. تحسي ان البيت كله مفتوح على بعضه، على ومش فكره معنى ده كمان، على فكره كمان يا رانيا، مش بس بيت العيله، كمان بين الزوج والزوجه ساعات بنحس ان علاقه الزوجيه دي ان هي يعني كده ان هي المفروض ان تبقى منفتحه، كل حاجه هو يعرفها عني كزوج او انا كزوجه، ان لازم برضو هو يبقى عارف كل حاجه عني وانا عارفه كل حاجه هو عنه. يعرف حاجات وهي تعرف حاجات، بس بالظبط، ومفيش مشكلة ان الحاجات دي تكون اكتر من اي حد غريب يعني. يكون في مساحة بس من طبعا الحرية، يعني في ستات كتير قوي بتحب تدور في موبايل جوزها، تمسك تبقى عارفة الباسورد بتاعته او يعني كلمة السر بتاعت الموبايل، الحاجات دي يا جماعة ما ينفعش، يعني بتحسي ان هي حاجة فعلا بتخترق كده يعني خصوصيتك او مساحتك الشخصية هي ممكن تعمل الحاجات دي بس قدام من عادي، وراه لا بس. يا حبيبي ممكن ابص. بس هو فعلا فعلا الموضوع ده بيبقى يعني بيعمل مشاكل كتير قوي، ان الاتنين حقيقي فعلا بيخشوا في انت بتاخد كام وبتصرفي ايه وانت عملتي ايه، وخصوصية مفيش خصوصية اصلا، فده بيعمل يعني مشاكل. الحدود دي مهمة فعلا في الحتة دي، حتى بين الراجل ومراته لازم يكون في سايبين لبعض مساحة كده، مساحة من الحرية، هتفرق جدا في علاقتهم وهتبقى يعني علاقتهم أقوى وأحسن، وهيبقوا الاتنين مرتاحين يعني مش هيبقى فيها مشكلة. بالظبط، هما لو عاملين اصلا يعني الفكره كلها برضو في التخطيط من البدايه قبل الجواز كمان، لو هما مخططين اللي هو كل حد فينا هيبقى مش عارف حاجه عن تاني معينه، لا بس يبقى عارف حاجات اساسيه وحاجات واضحه، بالظبط، وفي حاجات كده واضحه معروفه ما وبشارك بيحصلش اللي انا فيها حابه مثلا. اقوله، بالظبط، ايوه انا بشارك الحاجه اللي انا حابه اقولها هقولها له، مش حابه اقولها خلاص يستنى لغايه ما يعني وقت ما احب اقول اكيد هقول، يعني محدش يفرض على حد حاجه. ف بالظبط. كمان برضو الموضوع اللي مهم جدا الحدود الزياده، يعني ساعات بقى بنلجأ ان احنا بنبقى خايفين قوي ان حد يدخل في حياتي او يتطفل، فببدأ احط حواجز، الحواجز دي كمان ممكن تخليني اخسر الشخص ده، او ممكن ان انا يعني زي ما بمنع عني اضرار كتير قوي كمان بمنع عني حاجات حلوة كتير ممكن تحصل او علاقات حلوة ممكن اقرب منها، فمهم جدا ان انا ابقى حاطة حواجز، بس مش حواجز يعني حواجز بس مش اللي هو حواجز منفرة، حدود يعني مش كده حواجز بس منفرة، آمنة مش يعني. كل حد يقرب مني ابقى انا حاطة صخرة قدامي ولا حيطة ايوه سد، لا بالعكس انا بتعامل وكل حاجة، بس في حاجات معينة لنفسي، او في حاجات معينة لاهل بيتي، في حاجات معينة للناس القريبة جدا، يعني حسب الدايرة اللي انت فيها، حسب نطاق حقيقي الدوائر اللي انت فيها، سواء بقى اسرة، عيلة، مجتمع. كل حاجة وليها فعلا الكلام اللي بيتقال وايه الحاجات اللي اسأل فيها وايه الحاجات اللي ما اسألش فيها، يعني لازم يكون في كده عندنا يعني نوع من الاتيكيت في الحدث كده. التعامل. لان فعلا معظم بالذات في قعده الستات بتوعنا يعني نقعد بقى نقول ايه، انت خدتي ايه، عملتي ايه، طب جبتي ده منين، جبتي ده يعني عملتي ايه النهارده، لازم التفصيل، عايزين التفصيل في كل حاجه، ولو اتعودتي تقولي عليه بقى يعني فين خلاص، ما فيش بقى شكرا خلاص انت بتكملي بقى، مستنيين. خلاص انت بتكملي تقولي كل حاجه. ما ينفعش بترجعي، ما هي دي بقى المشكلة كمان، ان انت ممكن فعلا بتبقي الموضوع متاح خالص ومنفتح جدا، فبعد كده عشان تقفلي الدنيا او تحسي الدنيا تقننيها بمعنى اصح وتخلي فيه حدود او مسافات آمنة كده بيننا وبين الناس اللي حوالينا،
بيبقى الموضوع بقى في غاية الصعوبة، بيحسوا ان انت حد متكبر او حد مغرور، حد حابب يعني منطوي كمان، ممكن يعني يبدأوا ياخدوا انطباعات مختلفة عن الشخص ده، وهو مش قصده، هو كل اللي عايزه ان هو عايز يعيش في سلام نفسي، محدش يستهلك طاقته، محدش يعني يتدخل في حياته الشخصية. بالظبط. كمان في يعني حاجات كده اللي هو يعني مش بس زوج وزوجة، مش بس بين الأسرة وبعضها ان يبقى في حدود او ما يعرفوش حاجة معينة او يعرفوا حاجة معينة، لا يعني كمان بين الأبهات وولادهم، بين الأمهات وولادهم، ده بيخلي لو انا معودة ابني وبنتي ان في حدود يا جماعة بينكم وبين صحابكم، وبدربهم وبربيهم ان مش كل حاجة تتعرف، مش كل حاجة تتقال، لازم يكون عندكم يعني لنفسكم كده يعني وجاهة نفسية، انتوا عندكم جواكم حاجات معينة تقدروا تقولوها وحاجات ما تقدروش تقولوها. في حاجة اسمها سر بيت مثلا، ما حقيقي ده ينفعش البيبي لازم يتربى على ان في سر بيت، سر عائلة، ما ينفعش الكلام يتقال في البيت يتقال بره، بنواجهه فبيفهموا بقى بقى في من المدارس. ساعتها. ده يا عارفه رانيا، بنواجهه في المدارس، بتلاقي ان فعلا الاقي مثلا المدرسه جايه تقول عارفه كل اخبار البيت، يعني منين؟ من الولاد يعني. وقعدت بقى النوادي والحاجات دي، فممكن يسالوا البيبي الصغير من كتر ما هو مش متعود ومش عارف يا عيني، فيسالوه هي مامي جواها نونه، هي مامي حامل، هي مامي، بيبقوا عايزين الناس تعرف وتستنبط ايه الحدث اللي موجود وايه يعني من كتر ما انت بتعودي الناس هم يخشوا حياتك. بالظبط، ما هي دي في الاول هي موضوع رسم الحدود، ان الواحد هو مش عيب خالص ان احنا كل واحد يكون ليه يعني حدود كده ما حدش بيتعديها، ومش عيب برضو ان انا اصر عليها. يعني لما بالظبط. يكون في حد مصر ان هو يتدخل او مصر ان هو يتعدى الحته دي، لا هو خط احمر، يعني خط احمر بقى، لان هي يعني ستوب حياتي، كات كده زي ما لان هي بيقولوا. حياتي فعلا والله. لا عارفه لما تكوني عارفه ان دي حياتي، ده وجودي انا، يعني انا مثلا لما حد اتفه الحاجات وابسط المثال، الامثله مثلا يا نيفين، لما حد يقول لك ايه يرفع عليكي سماعه التليفون اي وقت، في اي وقت يرفع عليكي حقيقي سماعه التليفون، تيجي تقولي له الو فلانه، وعايزه بقى، في ناس تحب ترغي بالساعه، وفي ناس نص ساعه، وفي ناس حسب يعني، ايوه صح. وبالذات البنات انت عارفه الكلام ده طويل، فلما حد يكون عايز يتكلم في التليفون وتلاقيه ايه يعني عايز يطول، طب انت، انا مش، انت مش في جدول يومي، انت مش معايا النهارده، يعني انت المفروض، مش انا مش عامله حسابي ان انا هقعد ساعه وساعتين، عندي حاجات تانية في حقيقي، ومش اليوم. بس انك مش عامله حسابك، انه كمان في ناس بتفترض ان هو خلاص عشان هو صديقي المقرب، فهو من حقه ممكن يعدي عليا تحت البيت في اي وقت. ايوه انت فوق. انت بقى انا طالع مثلا، ممكن يتصل في اي وقت، الساعه 5 بالظبط الفجر، بالظبط. الساعه 6 الصبح، ان هو انت خلاص بقيتي متاحه. هي بتبقى هي دي المشكله، ان احنا بنوصل للشخص اللي قدامنا. حتى في الشغل لازم برضو يكون يعني خلاص ميعاد الشغل خلص، المفروض ان احنا او ممكن نتكلم كاصدقاء، لكن ما ينفعش يبقى في كلام في الشغل كمان بعد الشغل. يعني نراعي يعني، نراعي ان احنا خلاص اشتغلنا وفي دخلنا في منطقة تانية من اليوم نتكلم فيها برضو عن الشغل، طب ما ده هيضايق. تمام. بالظبط، يعني انت فعلا يعني في كلمة انا بحبها جدا، انت لو ما حطيتش حد يعني في جدولك الناس هتحطك في جدولهم، يعني انت لو انت ايوه اصلا مش عامل لنفسك خطة وبلان واليوم ماشي ازاي وكده، ممكن انت بقى خلاص الناس خلاص حطتك في جدولها، جدولهم هم، مش و جدولك انت. بالظبط كده، فانت ما بقاش ليك اصلا كيان ولا وجود في يومك. ما بقتش حاكم الموضوع فعلا. لما هيبقى اكتر من حد، هيبقى اكتر من حد عمال يدخلني في مكالمه، طب ده عدى عليا النهارده، طب ده يعني عايزني في مشوار، ماشي اوكي في كل الكلام ده، بس لو انا انت فين بقى؟ مرتب من قبلها، ايوه عارف من قبلها، واخد استئذان. لا، وانت فين؟ انت فين؟ خططك انت فين؟ بالظبط. حياتك الشخصيه، حياتك العائليه، كل الحاجات دي برضو هنتكلم اكتر. يعني برضو عايزين نتكلم اكتر عن موضوع الحدود والحدود الزايده، برضو احنا مش عايزين نزودها قوي ايوه برضو كده، يعني حبه حبه كده. بس تعالوا نطلع فاصل ونرجع لكم تاني. اي سور ليه بوابه، البوابه دي احنا اللي بنتحكم فيها، احنا اللي بنتحكم امتى نفتحها وامتى نقفلها، وكمان ولا بنفتحها قوي ولا بنقفلها قوي. يعني لازم يكون كده في نوع من التوازن، او هو حاجه زي الميزان الصحي. لازم نخلي بالنا مين يقدر، مين يدخل في حياتنا ومين ما يتدخلش في حياتنا خالص، واحنا كمان برضو بالتالي لازم نكون برضو بنفس الشخصية. مش انا مثلا مش عايزة حد يدخل في حياتي، بس انا بتدخل في حياة الناس عادي جدا، وبفرض نفسي وبخترق مساحتهم الشخصية.
فالموضوع ده مهم جدا ولازم نخلي بالنا منه، لازم يكون لينا كده سور والبوابه دي مفتاحه معانا احنا بس، نقدر نقول للشخص دوت امتى ستوب كفايه كده او ما تقربش اكتر من كده، في خطوط حمراء ما ينفعش تعديها، وامتى نقول له اتفضل تقدر تدخل لغايه هنا. فاحنا اللي بنحدد دوت ولازم جدا نخلي بالنا من الموضوع ده. بالظبط يا نيفين، يعني يعني كل ما كان في حدود منطقيه كمان في التعامل، يعني انا دلوقتي بتعامل معاكي كصاحبه ولا بتعامل معاكي كصديقه ولا بتعامل معاكي كزوجه، بتعامل معاكي كايه؟ لازم انت تكوني مقرره جواكي هتعامل مع الشخص ده كايه، فده بيفرق معاكي في التعامل جدا. حقيقي انا مثلا واحده واخدين ان هي صديقتي جدا والانتيم، وده بيحصل بين الفنانين جدا يعني جدا جدا، تلاقي ناس تقول لها انا كنتش معتبراها صاحبتي، انا ما كنتش معتبراها صاحبتي وهي معتبريني صاحبتها جدا والانتيم. كل ما حد يبقى مش عارف هو ايه بالنسبه للتاني، ده بيأذي التاني نفسيا. يعني كل ما مش حد عارف حدوده فين، بالظبط او انا مش عارفه انت يعني يعني صاحبتي قوي، انت زي اختي، لا انت صاحبه عاديه وعابره، العلاقه اللي بينا علاقه شغل بس، صداقه بس، علاقه متجمع فيها كل الاطر مع بعض. ده بيفرق ان اللي قدامي كمان يبقى عارف. هي ما بتتقالش كده، ما بتتقالش انت صاحبتي ولا صديقتي ولا اختي، بس بتتعمل بطريقه ان بتبان، يعني هي بتبان في مع التعامل بتبان، بس في ناس المفروض يبقى فيه يعني تقدير للحدود ايوه اللي محطوطه قدام الشخص التاني. انت عارفه كمان بنلاحظها في السوبر ماركت مثلا، بتلاقي ان المفروض يكون في مساحه برضو بينك وبين الشخص اللي قدامك وانت بتحاسبي، يعني ما ينفعش حد يكون يعني عارفه لازق فينا كده، يعني في برضو دي برضو نوع من التعدي على المساحه الشخصيه بتاعتي. انا المساحة ما اعرفكش على فكره، يعني مش لازم تعرف انا جايبه ايه وبحاسب على ايه، يعني في حاجات كده لا، معينه برضو دي ودي حلوة، دي يعني حلوة، جبتيها منين؟ جبتيها منين؟ بالظبط. والله ساعات بتحصل. التدخل الزيادة فعلا. وموضوع فعلا موضوع الفنانين دوت، انا بقى يعني فعلا عاصرته جدا. كان في فنان مشهور في مطعم برضو في المهندسين، وكان يعني طبعا مع اسرته بيتغدى، والناس مصره تتصور معاه ومصره ان هي تاخد معاه صوره وتتكلم معاه. طب يا جماعه يعني هو راعوا انه دلوقتي بيتغدى او ده وقت بالظبط، عيلة، يعني راعوا حاجة زي كده، يعني في يعني مش حدود كل برضه، هو مش عشان هو فنان ومشهور يبقى هو متاح للناس كلها في اي وقت، دي برضه يعني ضريبة النجومية بقى لا. برضه. وكمان يعني لو هو قال لهم لا، هم بيزعلوا، بيبقوا عايزينه يعني طول الوقت متاح، طول الوقت يعرف يتصور معاهم، طول الوقت موجود، طول الوقت بيضحك على طول. طب فعلا ده بني ادم، يعني ده بني ادم ممكن يبقى نازل فعلا تعبان متضايق حاصل له حاجة في حياته، فعادي. محتاج يقعد مع اولاده، يعني ما هو برضو بيبقى مشغول معظم الوقت، فاي شخص بيبقى يعني ما ينفعش ان احنا نخترق المساحه، او يبقى في مسافه كده بيننا، مسافه امنه كده مسافة بيننا وبين آمنة، بعض. ده مسافة آمنة يعني بين ده انت عارفة لما الفنان بيقف، لو بالذات لو فنانة يعني بنتك، بيبقوا واقفين اللي هم لازقين يا عيني فيها، وهي عايز اقول لهم يعني انا بنت سيبوني في حالي، خلوني طب اتصور صورة ادوني كويسة مساحتي. معاكم، ادوني مساحتي، عايزة ابقى متصور معاكم بشكل لائق. حقيقي بتحسي ان هم كل واحد فيهم عايز ياخد مساحته اللي مش الشخصية، مساحته القريبة جدا جدا جدا، عشان يحسوا ان هم كده بيتصوروا، هم كده أيه. مع فنان، هم كده اصحابه يعني. بصي هو فعلا يا رانيا الحدود دي مهمة جدا، وغيابها يعني فعلا هو بيهد علاقات كتير قوي، يعني كل ما خلينا في حدود وفي مسافات كده آمنة بيننا وبين الناس اللي حوالينا، فعلا بنحمي العلاقة بتاعتنا. يعني احنا لو عايزين نحافظ على الصداقة دي او الشريك الحياة دوت، او يعني اي شخص حتى زميل في العمل، لازم ان احنا نسيب له مساحته، يعني بالظبط يكون في بالظبط كده نوع من يعني مساحة آمنة كده بيننا وبين بعض، ما نخترقهاش. احنا اصلا نفسنا دي كانها البيت بتاعنا، كل حاجه في بيتنا تخصنا. انت ممكن هاي تفتحي باب شقتك تدخلي اللي انت عايزاه تمام، او ممكن تدخلي كل الناس، نفترض دخلنا كل الناس، في ناس هتقعديهم في الريسبشن او في الصاله، وناس هتدخليهم اوضتك الشخصيه، وناس هتدخليهم حتى يعني الاستعمال بتاع البيت، كل واحد عايز يدخل في حته معينه حسب هو قريب ليكي قد ايه. هاي تمام، صح. يعني ممكن ناس تقعديهم في الليفنج واوضه المعيشه وتضحكي وتهزري معاهم وتتفرجي على التلفزيون سوا وتقزقزوا لب بس سوا، انت اللي مقررة بس ده. انتي مقرره ان هم يدخلوا المكان ده. هاي فاحنا بيتنا النفسي او احنا يعني كنفسنا بنعتبرها زي بيتنا، فاحنا بنسمح لحد يدخل جوانا لحد فين؟
حتى مع اولادنا إيه؟ فعلا زي ما انت قلت يا رانيا، برضه موضوع الولاد ده مهم جدا، لان احنا بنعتبر ان هم عشان ولادنا فبرضه هم كل حاجه، او مهم جدا ان انا ابقى يعني مش مراقبيهم بس اللي هم تبعيهم. لكن ما ينفعش ان انا برضه اتدخل، حتى لما بنكبر لازم يكون برضه في حدود، حاطه حدود، عارفه اسرته وايه مواعيد شغله وايه، مش اي وقت بطلبه يجي لي مثلا انا كأم مثلا. ما ينفعش اتعامل مع ابني بطريقه اللي هو بنسى عيلته خالص، لا لازم اكل احط كل حاجه في الاعتبار. هم فده مهم، ان هم متجوزين يعني بينسوا ان عيالهم دول خلاص اتجوزوا او خلاص بقوا معاهم يعني في الحياه وكده. فان شاء الله يعني يكون موضوع حلقتنا فاتكم، ويعني تحاولوا تعملوا حدود بينكم وبين الناس، ما تخلوش حد يخترقكم، ما تخلوش حد يستنفذ طاقتكم. يعني حسوا ان ليكم شخصيه مستقله، واللي قدامكم كمان ليه شخصيه مستقله، واعملوا جدول لنفسيكم عشان ما حدش يحطكم في جدولكم. هتفرق معاكم كتير. هتفرق معاكم كتير. وشكرا ليكم، نتقابل الحلقة الجاية، والسلام عليكم.